قالوا لي ما تجي براني عطي ملوحة قالوا لي ما تجي قلت لهم أنا جاي قالوا لي ما تجي عمر بردتي قالوا لي ما تجي بلادي نكرونية قالوا لي ما تجي وما عملت لهم دولية قالوا لي ما تجي أنا نجم نعمل واحدة الغنية ما طلبتش حتى تبدي أدنى حق معنيها لليوم مخليت حتى فرانك من ولا فرانك وما طالبتوش وما سألتوش أصلا ما سألتوش ونعرف اليوم اليوتيوب ياخد منها عليها برشا فلوس 17 مليون ولا قديش معنيها في فيها المليون فيها 7 مليون نعم مليون فيو ياخذ 7 مليون هو عنده 17 مليون معناها 49 مليون انا ما خديتش ولا مليم وما حش ما حش انا ما كملتش اللي صار زين انا غضتني روحي منه خاطر كنتكلموا نتقابلوا في حفله تفهمنا انه باش نعمل اغنيه في اقرب وقت جيت انا في لباس وقلت له باش نعمل كلام الناس قلت له عنا ما راني الا زازا انا اختي ونحبها على الاخر على الاخر زازا ما عنديش معها اما راني انه هز الاغنيه وعملها مع زازا شنو معني كي العاده نوعدك ونوعدك وعد شرف انها ماهيش باش تنجح كيما ما هز وبلتي ماهيش باش تنجح ماهيش باش تنجح عليه خاطر انا نعرف العمل هذاك علاش الصوت شكون يمشي وعلاش شكون يخرج معاه والنيه زاد تقول انت ماهيش صافيه النيه ماهيش صافيه خاطر عملها قبل معناها اليوم زينه متغش على بلتي على الاخر خاطر ما تجيش ماهيش اعمال فنيه انك تتفاهم انت وفنانه باش تعملوا الفنانه هذيك تعلن العمل هذيك وبعد التالي تخطف الدوره في قبل العمل هذا زينه انت العمل الاول قلت لي انت انا لفظته ما خلصتش وما حسيتش صدقيني انا مانيش نحكي على الفلوس انا الفن هذا حق انا نحكي على المبدا احنا صحاب عملنا اغنيه وانا دخلت معك الراب فمش كون جاي ضدي راه باش انا ندخل الراب فمش كون قال لي زينه انت ماكش نتاع الرابر وانت اخليق وانت كذا وكذا قلت له فهمت عليه برشا قلت له انا راني دخلت الراب مشني كمهنه ولا كراني دخلت خاطر بلتي خويا زين